معرض جيمرز كون جدة يرجع لكم من جديد من 13 سبتمبر إلى 15 سبتمبر. تعالوا هناك وجربوا أفضل الألعاب. كل المعلومات راح تلقونها تحت في الديسكريبشن. هلا والله فيكم بقصص ألعاب مرعبة. وكالعادة قبل ما أبدأ القصة، اللي بيخاف يوقف فيديو ولا يكمل معي. وثاني شيء لا تنسون تضغطون زر اللايك وأيضا تشاركون الفيديو مع اللي تحبونه عشان يخاف معاكم أو إذا بغيتوا تخوفون أحد. والحين خلونا نبدأ. أول قصة رعب معانا هي تيلز دول أو دمية تيلز. لعبة سونيك آر نزلت على جهاز السيجا ساتن في عام 1997. اللعبة عبارة عن سباق بين شخصيات سونيك، لكن في شخصية سرية اسمها تيلز دول أو دمية تيلز، وهي الشخصية الشريرة من تيلز، ويفترض أنها رجل آلي مصنوعة بطريقة مشابهة لمثل سونيك لكنها دمية. قصتنا عن أب حاب يهدي ولده لعبة واشترى له لعبة سونيك آر كهدية. أخذ ابنه بكل حماس ولعب مع أبوه طوال اليوم في اللعبة وقضى وقت ممتع. بعدها بعدة أيام الابن قرب يخلص من اللعبة، وكان أبوه جنبه وقت ما هزم البوس الأخير وكان مبتسم وسأل ابنه عجبتك اللعبة؟ في نفس الوقت طلعت شاشة النهاية، وفجأة الأب سأل ابنه إيش هذا بكل استغراب. الابن اكتفى بالجواب وقال تيلز دول. بعدين الأب قال لابنه جاء وقت النوم، لكن الأب جاء حالة فضول وحاب يجرب اللعبة. راح لغرفة ابنه في الليل وشغل التلفزيون بكل هدوء وشغل اللعبة، ولاحظ عنده الآن خيار انه يلعب بشخصية تيلز دول، وراح واختاره عشان يجربه. يقول اللعبة كانت ممتعة بالشخصية وهو يسابق ويفوز على باقي الشخصيات، لكن الوضع تغير لما صار سونيك موجود ضمن المتسابقين. فجأة الشاشة صارت سودة وانطفى الجهاز. استغرب الأب من اللي صار، لكن الوقت تأخر، اضطر انه يطلع من غرفة ابنه ويتجه لغرفة النوم. يقول بالضبط في الساعة 2 الصباح سمع صوت عدة ضربات على باب الغرفة. يقول انه ما التفت وافترض انه كان ابنه محتاج شيء، راح صرخ عليه وقال له وقف ضرب على الباب وروح نم. يقول ان الضرب استمر لفترة، وبعدها لاحظ ظل من تحت الباب. فجأة تذكر دمية يقول انها ما راحت من باله اول ما شافها، قام من السرير وراح يفتح الباب بكل بطء. سمع صوت خفيف يقول له You are coming with me forever، يعني انت تجي معي الى الابد. شاف دمية تيلز المرعبة مغطية بدماء مسكونة، وبدت دمية تضرب اصابع قدامه، وكان الاب يصرخ حتى زوجته صحت من النوم واتصلت بالشرطة. وقبل وصول الشرطة الدمية تركته وقالت أخذت اللي احتاجه الآن وراح أرجع لك في ليلة ثانية، واختفت بشكل غريب. من يومها الأب يخاف أنه ينام في الليل، وليومنا هذا وهو مرعوب وصار ينام 6 الصباح ويقوم الساعة 8 الصباح. وحسب كلام الناس أو تجارب البعض في طريقة عشان تستدعي الدمية، وهي أول شيء تروح للحمام الله يكرمكم بعد الساعة 11 المساء بدون أي إضاءة، بعدين تشغل أغنية Can You Feel The Sunshine بالمعكوس، وبعد أغنية Living in the City بالمعكوس بعد، وانتظر 5 دقائق. لو سويتها بالطريقة الصحيحة راح تشوف جوهرة حمراء بالمراية، معناتها الدمية وصلت وراح تقرب منك. قصتنا الثانية اسمها هيروبراين. صاحب الحادث يقول بدأت في عالم جديد في لعبة ماينكرافت، وكل شيء كان طبيعي ومثل ما توقعته. بدأ يقص الشجر ويجمع المواد، ولاحظ في شيء يمشي وسط الضباب من مسافة بعيدة. في البداية كان يعتقد أنها بقرة وقرب منها، لكن طلعت شخصية ثانية مشابهة للاعب الأصلي للعبة ماينكرافت، لكن بعيون فارغة وبيضة وبدون أي اسم.
كان يعتقد أنه يلعب في طور متعدد اللاعبين، لكن اتضح أنه ما كان يلعب أونلاين. يقول ما أخذ الوقت الموضوع طويل، كان يناظرني بشكل مباشر، وفجأة راح يركض وسط الضباب، الحكم باب الفضول لكن اختفى. بعد ما اختفى يقول كان محتار، هل هو شخصية لاعب ثاني أو خطأ في اللعبة؟ لكن كمل اللعب، وكل ما تقدم بالخريطة كان يلاحظ أمور غريبة، مثل أشكال أهرامات صغيرة مبنية من رمل في البحر أو أنفاق صغيرة، وكان دائما يلمح هذه الشخصية في الضباب، لكن ما يقدر يقرب أو ياخذ نظرة أفضل. وراح يستفسر بالمنتديات، يبي يشوف أي أحد شاف هذه الشخصية أو تكلم عنها، وما شاف أي شيء. يقول فتحت موضوع خاص فيني وكتبت اللي صار لي عشان أشوف إذا في أحد صاله أو قابل نفس الشخصية. بعد 5 دقائق بالضبط من نزول الموضوع تم حذفه. كتب موضوع مرة ثانية وثالثة، وكل مرة يتم حذفه بشكل أسرع. بعدها وصلت الرسالة على الخاص من شخص اسمه هيرو برايم، يقول فيها ستوب، وقف. حاول أنه يشوف من هذا، ولما ضغط على اسمه طلعت له صفحة ايرور 404، يعني الصفحة مش موجودة. وبفترة قصيرة وصل له إيميل من شخص ثاني يذكر فيه أن الإيميل أمن من المنتدى، وأن المنتدى مراقب، وأنه شاف الشخصية الغريبة في ماينكرافت، وعنده دليل كامل بعدد الأشخاص اللي قابلوا هذا الشخص في اللعبة. مر شهر كامل بدون أي معلومة جديدة عن الشخصية الغامضة، وبعد بحث كثير وجمع معلومات حصل أن الاسم هيرو براين يخص لاعب سويدي، وبعد تدقيق تبين أنه أخ لمطور اللعبة ماركس بيرسن أو المعروف بناتش. أرسل إيميل شخصي لمطور اللعبة يسأله لو كان عنده أخ، ورد عليه بعد مدة برسالة قصيرة يقول فيها I did but he's no longer with us، كان عندي أخو لكنه ما هو معنا حاليا، يعني توفى. من بعدها ما واجه ولا شاف أي شخص يخص هذه الشخصية الغامضة، وأشهر نظريات الخاصة بالشخصية إنها الشبح لأخ مطور اللعبة أو جني أخو. وهذه كانت قصصنا حقت هذه الأسبوع، قولوا لنا هل عجبتكم ولا لا، وأيضا إذا تبون قصص أكثر رعب من هذا قولوا لي إياها، لأن قاعد أرفع لكم شوي شوي المستوى حق القصص الرعبة، بيشوف تقبلكم وين يوصل. عندي قصص كثيرة جدا، يعني مستعد فعلا أرفع الليفل أو أرفع المستوى، بس أنتم عطوني الأوكي وما عليكم. ويعطيكم العافية المتابعة، كان معكم فهد الشيحة، ولا تنسون اللايك والاشتراك. مع السلامة.